نتابع تقرير آخر حول أو نعود إلى الحادثة المأساوية التي هزت ولاية وهران، وهي العثور على جثة الطفل عماد الدين أمام أو بالقرب من منزله في قناة للصرف الصحي. الطفل عماد اختفى تقريبا منذ أكثر من شهرين والبالغ من عمره سنتين. هذه صور حصرية لتواجد فرقة الحماية المدنية وكذلك الدرك الوطني بمقر أو بالمنطقة أين تم العثور على جثة عماد الدين. مشاهدينا الكرام، والد من قسنطينة طبعا، والد الطفل هارون، ربما حوادث الاختطاف، هذه حالة عماد الدين من ولاية وهران، لكن من أقصى الشرق منذ تقريبا سنتين حادثة هزت ولاية قسنطينة كذلك، وهي حادثة اختطاف كل من هارون وإبراهيم من ولاية قسنطينة. معنا والد هارون من ولاية قسنطينة. سيدي الكريم جمال بودياره، أهلا بك سيدي الكريم. طبعا مرت تقريبا أكثر من سنتين لكن الجرح ما زال. اليوم عائلة أخرى، هي عائلة مثل عائلتك ربما، تهتز. ماذا تقول لهذه العائلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تفضل. نعزي أهل الطفل تاع وهران عماد الدين، نعزي أهلهم ونعزي وهران كاملة، ونوجه كلمة ثم ما عجبناش حالة انتهت القضية هذه بالموت. كنا نتمنى أنه تنتهي كما تعبير خادم، ولكن نتأسف ونبقى نحسبوا الأموات نتاعنا، نبقى واحد زوج ما لقيتش واش نهضر. أنا رانا نتألم كل ما يتخطف طفل، راني نتألم أكثر من والديه في الجزائر كاملة. نوجه كلمة للحقوقيين والمسؤولين، ولا أي إنسان عنده مسؤولية على هذا الاختطاف، انهم يعني يلقاو حل، يعني ما يبقاوش مطبقين يديهم. الى متى؟ في طول حقوقيين، الحقوقيون واش يستناو؟ قداه لازم من طفل يموت في الجزائر؟ ما فهمتش انا. قداه لازم من طفل يموت في الجزائر باه يعلنوا الاعدام ويجيو يهضروا مباشره، ونساو ان الطفل، نساو عليه باللي انه الطفل هو مستقبل الغد، هو الشباب غدوه. سيد جمال بودياره، هل لك يعني ان تقدم لنا فقط اين وصلت قضيه اغتيال كل من هارون وابراهيم؟ ما زالت في المحكمه معلقه، احنا ننتظروا، حكموا عليهم بالاعدام، بصح الاعدام الاعدام القولي، التنفيذ ما كانش. انا نحوسوا على التنفيذ، لانه التنفيذ هو اللي يدير الربع، ماشي التنفيذ الاعدام ويبقى طرطات في الحبس، هذه ما عندها حتى معنى. ورانا احنا نستناو في الاعدام مباشرة، نستناو في الإعدام في الساحات العمومية، نتمناو هكا إن شاء الله. ومام القضية تاع الأطفال، عادوا يديروا القضية تاع الأطفال، ماذا بينا يحكيو لنا على اللونكيت تاعهم كامل، واش معناتها الطفل تاع الطفل تاع الجزائر، واش معناتها كلمات، لازم يحكيو لنا التفاصيل، نحوسوا نفهموا وين وصل التحقيق تاعهم، واش كاين، علاه حتى تخطف كذا، علاه نحب ونسمعوا كلش، لان مادوب ابنائنا فعلا، ابنائنا ما نحب ونسمعوا كلش من الاول للاخر، ويصرحوا واه ما كان والو تخبى. هل ما زلتم سيد جمال بودياره تطالبون، هل ما زلتم يعني تتحركون للسلطات المعنيه من اجل معرفه التفاصيل وحتى من ناحيه المتابعه القانونيه؟ ما زلنا نتابعوا بربي ان شاء الله، ما زلنا ورانا بربي ان شاء الله في المستقبل نديروا حاجه، ربما نقدروا نشكلوا جمعيه ونبقى نطالبوا بالاعدام الى حتى يتنفذ الاعدام. سيد جمال بودياره فقط بهذه المناسبه، يعني حتى توصل فقط عائله عماد الدين، ربما هي في حاله جد حرجه الان، ربما راهم يسمعوك، مش يعني انت وضعت في موقف مماثل انت وكل العائله، ماذا تقول لهذه العائله حتى نعزيهم؟ والله العظيم راني في حاله، تسمى راني في حاله مش مليحه خلاص، لاني تألمت، الألم زاد ناضي، تسمى ألم جديد، نفس الألم اللي تألمت به على الطفل ولدي راني تألمت. وش نوجه لهم رساله لجماعه، نوجه لهم رساله لأهاليه، ان تسمى هذه نقدروا نقولوا قدر وقضاء، نصبروا القضاء والقدر تاع ربي سبحانه، نتمنى ان شاء الله يصبروا ويعرفوا كيف يتحكموا في ارواحهم، لان مش مساله سهله، راهي صعيبه بزاف. ونتمنى من ثاني
الوهرانيين كاملين يتضامنوا مع العائله هذه، لانها واعره يعاونوهم مساله الصبر وكذا، يعاونوهم شويه تكون عمره هكا كيما نقولوها، يقدروا كيما نقولوها يقدروا يطفيو شويه، لانها مش سهله واعره بزاف. هل مع الوقت يمكن يعني تقريبا على الاقل الجرح يندمل؟ نعرف انه مستحيل انه ينسى الانسان فلده كبده، لكن كيف يعني استطعتم انتم انكم تتجاوزوا تلك المرحله؟ والله العظيم غير نقول لك هي صعيبه بزاف. وش هي؟ كل ما يتخطف الطفل راك نعاود لي الالم يجي كيما الطفل تاعي. وش هي؟ احنا نتمناو يديروا الاعدام، با يحبوا يطفيوا النار هذه بالاعدام. انا ما نقبل والو، نقبل غير الاعدام، ما نقبل والو. الاعدام راني متاكد بربي ان شاء الله باللي نصبر شويه، على بالي باللي كيموتوا ونتهنى، لاني على بالي راهم في السجن دركا وراهم عايشين يعني معيشه مليحه، لانه السجن ما بقاش كيما نقولوها السجن، راهو تسمى راهو مريح، ما كان مريح بالنسبه للاجرام هذا المجرمين، ما كان مريح. ونتمنى ان شاء الله الاعدام امام الملأ، هذا هو شطفي الجمره تاعي، لاني ويطفي جميع 40 مليون جزائري يطفيهم الجمره تاعهم، جميع يستخطف واحد راهو 40 مليون جزائري راهم يتألموا، والحقوقيون راهم يهضروا ويقول لك الانسان، هل الاطفال ماهمش انسان؟ فهمونا تراش واش المقصود نتاعهم، انه الانسان حقوق الانسان، الطفل ماهوش انسان، راهو انسان والطفل زوج، لكن هذوك حقوق الانسان حقوق المجرمين وراهم انسان، بصح الطفل راهو انسان وراهو طفل. الطفل شكون اللي محميش؟ كيما يحميش القانون وما يحميش الناس الكبار وما يحميش باباه، شكون اللي يحميه؟ شكون اللي يحميه؟ نعيطوا لما يحميه يعطينا، يسالنا سؤال هذا اللي الجماعه تاع حقوق الانسان هذو، ومنهم فاروق الفنطيني وما نعرفش. المهم ما فهمتش انا واش يحوسوا واش يستناو، قداه لازم الطفل يموت باه سمات عنه الاعدام، او استعاطفوا مع المجرم تسميه انسان والطفل ماهوش انسان؟ يعني وصلنا لواحد الوقت لا اله الا الله محمد رسول الله، ما فهمنا فيها. وصلت الرساله سيد جمال بودياره، وصلت الرسالة. شكرا جزيلا لك على هذا التدخل، شكرا لك على ما قدمته معنا، كنت معنا عبر الهاتف طبعا.